بالزغاريت والبارود، هكذا احتفل أطفال التوحد بمركز أحباب السلام في حجوط لذكرى مولد خير الأنام. كلينا طمينا والحنا ورانا فرحانين. كوالي تاع الأولاد التوحد احنا راني فرحان. وشو نقول لكم، المبادرة اللي دارتها نشكروها بزاف، باش كيما كاش يعني كاف المراكز هم يديروا هكا من غير احباب السلام، هي اللي راهي دير هذه الافراح هذه. نشكر مركز احباب السلام بالمبادره اللي داروها لنا بمناسبه المولد النبوي الشريف، واللي فرحوا فيها الدراري خصوصا، وحنا شاركنا مع اولادنا والحمد لله جازت يعني روعه. الذكرى ارادتها مديره المركز لتبقى راسخه في ذهونهم. هذه ثاني مرة وين مركز أحباب السلام بحجوط يقاسم فرحة مولد خير الأنام مع فئة مرضى التوحد التي تحتاج إلى رعاية وتكفل خاص. الحمد لله وين شفناهم اليوم فرحانين، وأمننا في غد أفضل برفقتهم إن شاء الله. المصاب بالتوحد يمكن أن يتأقلم مع تصوراته المختلفة، فمثل هذه مناسبات تمكنه من التواصل.